صباح الخير وكل التحيات لكم اليوم وكل يوم عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. موضوعنا اليوم مهم كتير لأنه بإطار المواكبة والمتابعة بموضوعات كثيرة كنا عم نحكي عن الحد من التدخين، الامتناع عن التدخين. عم نذكر بالقانون يلي أقر من قبل المجلس النيابي 174 و طولب من خلاله، كان في مطالبة من خلاله بتطبيق منع التدخين بكل لبنان. مشكور الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة النيابية السابق اللي دايما بنستذكره بهذا الموضوع وقت اللي هنيناه، اللي مش لازم نفرح لأنه العبرة بتكون بالتنفيذ. مع ضيفنا اليوم رح نحاول نشوف العبرة بالتنفيذ من خلال اليوم العالمي يلي بنحتفل فيه كل سنة 31 أيار، يلي بتحتفل فيه كمان منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين. طبعا هذا اليوم من خلال نشاطات ضيفنا بكل المراكز يلي بيكون فيها بيسعى لحتى يكون مواكب متابع كل الموضوعات مع مدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان ومدير البرنامج الوطني للحد من التدخين. سعادتك أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية، يسعد صباحك صباح المشاهدين بهالنهار. نتمنى نكون نحن على طول اليوم العالمي للحد من التدخين بيكون محطة بنمرق فيها لنشوف شو عملنا بالماضي شو ناويين نعمل بالمستقبل. يمكن أنا بحب طلع عبر تلفزيون لبنان، التلفزيون الرسمي، تلفزيون الدولة، تلفزيون كل تلفزيونات عنا مهمة وجامعة، نشكر الإعلام، ولكن هنا عم نعتبره تلفزيون بيتنا اللي عطول نحنا منتعاطى معه مع كل شرائح المجتمع اللبناني. يعني ملحق اسم الله عليك، اسم الله هون وهون وهون. ولكن بداية بدي أقول لك شكرا، وبدي أبدأ مع يعني ريبورتاج صغير لفريق المركز الصحي لبلدية الغبيري اللي شارك بماراثون أسترازينيكا اللي أعدته وزارة الصحة، ومشكور يعني لوجودك ميدانيا بهذا المركز. بنشوف الريبورتاج وبنرجع نتابع. الحملة اليوم هي منظمة من قبل وزارة الصحة ومسمينها الماراثون، الماراثون التلقيح الفاكسينيشن. الهدف منه انه نشجع الناس، اكثر عدد من الناس انه يجي ياخذوا اللقاح تبعهم باكثر من يمكن فوق ال 25 او 30 مركز على بكل الدولة اللبنانية. يعني احنا اليوم بجولة على مراكز التلقيح اللي فتحنا الماراثون، ان شاء الله هذا الماراثون بيكون نهايه الصراع نحن وباء كورونا. بصراحه نحن بمستشفى الساحل في اقبال كثيف جدا مثل كل المراكز. نحن بنشكر المراكز على حسن التنظيم. نحن المركز الصحي حيث يجب ان نكون سنكون، عشان هيك نحن جينا نكون حد مستشفى الساحل بهيدا كنا معهم وقتها كان كورونا، كنا حدهم كمان، وهلا كرمال التحسين كمان نحن معهم بنساعدهم. ابتداء من اول العزمه كانت بلديه الغبيره مع اتحاد بلديه الضاحي ممثله بكل بلدياتها، كنا مع بعض، كنا شركاء بعمل جبار وصولا لهذا النهار او لهذه المرحله فينا نقول اللي هي صرنا مرحله التمنيع. فمثل العاده نحن جاهزين كبلديه الغبيره وكمركز صحه وكافه اقسام البلديه من شرطه من اشغال من مفرز صحيه كانت معنا بهذا النشاط بهذا النهار، وهي جاهزه هلا ومستمرة لحتى نهاية هذا النهار. من خلال هذا النهار بدعي كل أهلنا يلي ما سجل على المنصة يسجل على المنصة ويجي ياخذ اللقاح، ما يميز بين أي لقاح، يقول أنه هذا بضر هذا ما بضر هذا فعال أكثر. حسب وزارة الصحة وحسب منظمة الصحة العالمية كل اللقاحات لحد الآن في يعني في نتائج كتير مشجعة، كلهم فعالين وكلهم آمنين. اليوم دور الشرطة كان متعدد الأوجه، يعني الشرطة اليوم اشتغلت على تنظيم السير، على استقبال المواطنين، توجيههم، تنظيم المداخل والمخارج وحصرة حتى ما يصير فيه لعب بالدخول والخروج، وكذلك الأمر ساعدوا مع الـ HR وبالتسجيل على المنصة. طبعا شكرا للمركز الصحي، برجع بكرر لبلدية الغبيري.
سعادتك كيف بتقيم يعني هالحركة اللي كتار عم بيطالبوا وزارة الصحة مش يكون أسترازينيكا يكون من الكل؟ رح أقول لك شيء. بداية يعني نحن امبارح حققنا شيء الناس ما بتحكي ما بتحب كتير تقول إنجازات، لأنه اليوم بلد بحالة صعبة كتير بكل المجالات. منشان هيك يعني بضل هالسواد اللي عم نعيش فيه، انا بصر وبقول انه في وزاره بعدها بلبناني، وزاره الصحه برئاسه معالي الوزير وتوجيهاته عم تعطي انجازات، رغم انه اللي بيعمل بيخطئ، اللي ما بيعمل ما بيخطئ، اكيد عم بيصير محلات عندنا غلط وحضرتك عم تخبرني عنهم، واي واحد بيصير فيه اخطاء، ولكن هي الوزاره عم تعمل. هي واحد من الانجازات الكتير مهمه اللي امبارح عملناه. ونحن بموضوع التلقيح بلبنان انجاز، امبارح كان ماراثون بالاسترازينيكا ان شاء الله بيتكرر، وعم نناقش بلقاحات اخرى. هذا الموضوع حقق اكثر من هدف نحن صبناهم. بدايه انا بحب اقول استرازينيكا واحد من اللقاحات الهامه عالميا، واحد من أفضل اللقاحات من شركة رائدة عالميا. نتمنى من كل الناس ما تقول بعملية التمييز إنه هذا اللقاح والله هذا اللقاح، كل اللقاحات الموجودة بلبنان جيدة، أي لقاح بيصح لك خده أفضل من عدم اللقاح. اليوم نحن مسجل عنا بلبنان بس 1.5 مليون، نحن بنتمنى الإقبال أكثر على التسجيل، وإن شاء الله نحن خلال فترة شهر شهر وشوي بنكون حققنا إنجاز إنه هالناس المسجلة قمنا بعملية تلقيحة بلبنان بحلول شهر آب إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يعني سعادتك من موضوع الكورونا بدنا نحكي عن موضوع التبغ والدخان ومضار الدخان. مثل هاليوم يعني مثل ما قلنا نحن منظمة الصحة العالمية وشركائها بكل العالم بيحتفلوا بهيدا النهار لحتى يضووا على أو يبرزوا المخاطر الصحية للتدخين. نحن حكينا عنه كتير وحضرتك يعني بكتير يعني من نشاطاتك أوليت هذا الموضوع أقصى اهتمام، ولكن وللأسف بنقول أنه لم يطبق القانون الصادر عن المجلس النيابي كما يجب. لليوم بعد هذا القانون غير مطبق، شو هي العبرة اللي بدنا ناخذها بهذا اليوم؟ لك هو القانون ما فينا نقول غير مطبق، في أقسام كتير كبيرة منه مطبقة وفي أقسام ما منها مطبقة بالقانون. اللي بدي أقول إنه بعض الناس ما عندها ثقافة عدم التدخين، ما عندها بعد ثقافة عن مدى ضرر هذا الإف اللي هي التدخين، وهي إف أكبر من أي إف تاني. يعني وقت بنقول إن اليوم نحكي عن التدخين قدي قتل كورونا بالعالم هالسنة، ما التدخين كل سنة عم يقتل كمية أكبر مزبوط. من الناس، وكمان صحيح. بتعرف أنت في كتير ناس من المدخنين الكورونا ساعدت بالقضاء عليهم كمان. يعني هون اليوم أنا بحب أربط اليوم شعار منظمة الصحة العالمية اليوم بالتدخين، هو الإقلاع عن التدخين وتشجيع مراكز الإقلاع عن التدخين بالعالم. اليوم نحنا خاصة بلبنان إضافة للكورونا، الأزمة الاقتصادية الموجودين اليوم فيها بلبنان هي مساعد أكبر ودافع أكبر للبنانية ليروحوا على هالمراكز للإقلاع عن التدخين، سواء بكورونا أو بالأزمة الاقتصادية اللي نحن عم نعيشها اليوم. اليوم إن نحن الشعار اللي عم نحطه إنه حرام هالمصريات، الدخان صار مبدئيا غالي بلبنان، لازم يغلى بعد أكتر بكتير، ولكن غالي حرام. غالي اليوم؟ يعني بالنهاية إنه بالنسبة للدولار ارتفعت الأسعار 6-7 مرات، وبالتالي إذا أنت كل يوم بدك تدفع 15-20 ألف ليرة حق دخان، لا هو اليوم بضل هاي الظروف اللي عم نعيش فيها أفضل تروح تدفعهم لعائلتك. ونحن هون صار عنا أكتر من هدف لتوقف الدخان، سواء الأسعار سواء كورونا وسواء صحتك. يعني اليوم نحن بنعرف نحن منا ضد التدخين كتدخين، نحن بنجي نقول نحن مع الحد من التدخين، نحن مع مش انه نقول للناس مش ضد انه نحن بنجي نقول لك ممنوع تدخن وكذا، لا نحن عم نقول لك انه انت عندك حريه بدك تدخن بس ما تضر غيرك. يعني الناس بالاول نحن كنا ضد مبدا انه القمع مع الناس، لا نحن عم نجي نقول لك
والله حضرتك طبعا عم بدخن، اول شيء لازم يكون انسان راشد فوق 18 سنه. نحن ما فينا نقمع حريته، نحن فينا نقول له منه قانون منع التدخين، قانون الحد من التدخين، نحن قانون منع التدخين في الاماكن المغلقه حتى ما تاثر على غيرك. وهون فرق كتير كبير، يعني احنا مش بنقول والله اذا الناس بتدخن يعني القانون مش مطبق، لا، الناس عم بتدخن باماكن مغلقه عم بس اذا عم تدخن باماكن مفتوحه ما حدا له عليها شيء. نحن مش مع قمع، بس انتم تعرضتوا بمرات لانتقاد، يعني بيقولوا انه يعني منع التدخين يحد من الواقع او انتشار القطاع يعني السياحي انجاز التعبير، لانه في كثير بحبوا يرجلوا يعني يمارسوا هذه الهوايه بالاماكن، اماكن السهر محل مهني بيكونوا. ليك بس بدي اسالك سؤال اللي. اليوم نحن اذا بدنا نقوم بعمليه وليك العالم كيف تتعود، تفضل. اليوم الناس بتتعود، هي كلها قصه عادات. انت معود بلبنان انك تقوم بعمليه مخالفه القانون، نعم، ما بتتعود كمان تطبق القانون. انت بتسافر على كل دول العالم بتقوم بعمليه تطبيق القانون بشكل كتير طبيعي، نعم، وبتوقف بالصف بشكل كتير طبيعي. ليش وقت بيجي على لبنان بدك تخالف القانون وتقول ما بيمشي الا اذا خالفت القانون؟ لا، هذا البلد اليوم نتيجة هذه النظرة وهي الفكرة الموجودة عندنا وصلنا للي وصلنا له. حرام، في مشكلة اليوم كتير كبيرة بالبلد، في أزمة نحن كبيرة عم نعيشها نتيجة أنه استهترنا ببلدنا. بس رح قلك بهذا الموضوع، فضل. بكل الدول اللي فيها سياحة ودول مهمة، إذا بعطي أنا مثل تركيا ومثل إسبانيا ومثل فرنسا مطبق القوانين، ليش انت بلبنان اذا جيت وما شربت سيجاره او ارجيله بقلب المطعم جوا بيكون انه عم اقمع السياحه او خفف من السياحه؟ لا، فيك انت تقوم بعمليه التدخين باماكن مفتوحه، ولبنان 9 أشهر صيف وفي اماكن مفتوحه كتير كبيره، ونحن هون اليوم طيب بازمه كورونا الناس خففت الارجيله وبقيت الناس تروح على المطاعم. اليوم صرت انت تشوف عارف انه إذا بتدخن بالأرجيلة وراء واحد تاني أو بنفس النبريش وعنده كورونا حتلقط كورونا، وهون صار ضروري أنه توقف الأرجيلة. ما خفت السياحة اليوم، إذا بتشوف فتحوا المطاعم وكل الناس عم بتروح. طيب برأيك في تقارير مصداقيتها من خلال تقصي يعني وزارة الصحة بيقولوا أنه بلبنان التدخين يودي بحياة أكثر من 13 شخص يومي بمعدل 4800 ضحية سنويا. يعني الأرقام حكينا عنها العام الماضي، بعدها ما عم بتزيد ما عم بتنقص، ما في وعي عند الناس. لا 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 شغلة، نحن بالبداية رح لبنان عم بيكون النسبة، يعني نحن عم نقول 6 ملايين هلا زادوا صاروا 7 ملايين بالعالم، نعم. نحن كنا 3500 بلبنان من 10 سنين طلعنا 4000 وشوي. نحن اليوم اللي عم نعيشهم بسبب التدخين، طيب، وفي سبب مباشر وفي اسباب غير مباشره. الغير مباشره للناس اللي ما بيدخنوا بيموتوا يعني كمان كيف؟ لا، الاسباب مباشره، يعني انت بتكون في مرض انت اخذته مباشره بالرويه او كانسر او شيء لانك عم تدخن، نعم. وفي امراض بتجي مثلا سكري وامراض من الدخان غير منقوله بيكون سبب واحد من اسبابهم كمان التدخين. يعني في اسباب مباشره بتكون بالدخان وفي اسباب امراض بتجي من التدخين بطريقه غير مباشره. نعم. طب اليوم برايك يعني في 600,000 شخص يعني كمان عم بيموتوا سنويا من غير المدخنين بسبب، لا 600,000 شخص غير ال 600، من ال 6 ملايين 600,000 عم بيموتوا لانه هن بس عم بيتنشقوا دخان بشكل غير مباشر. ليك شيء بدي اقول لك اياه، انه الناس اللي انت بتكون قاعد بقاعه، نعم، ومعك 3-4 عم بيدخنوا، انت مش عم بتدخن، بتنأذي مثلك مثلهم يعني. بتنأذي مثلهم وقت بتكون قاعد بمحل انت عم تسهر وعندك 6-7 راجيل، او قاعد مثلا انت بشي نايت كلوب او بشي كازينو مقفل، او باي محل قهوه مقفل وفيها لقد تدخين، بتكون انت بطريقه لا شعوريه كسبت احد الامراض اللي لها علاقه بالتدخين دون ان تمارس هذه العاده السيئه اللي غير. طب اليوم انت سعادتك بوجودك بهذه الاماكن قديش بيعمل احراج لك اذا ما كان في تطبيق للقانون بصراحه؟ ليك رح اقول لك انه انا بشكل عام بفضل انه ما اروح على مطعم اذا كان مغلق وفي تدخين. اذا يعني نحن وجودنا بهالمحلات فعلا، نعم، يعني بيكون احراج لنا، وحتى، نعم، وجودنا اليوم بدي اقول لك شغله،
بيوم من الايام كنت معزوم انا على العشاء بمطعم واجا انه عم بيقول سألوا واحد قال له هون في تدخين، قال له لا تواخذنا انه ما عليه وانه هلا هيدا مؤخرا من وقت كتير قليل، قال له انه لا تواخذنا بتعرف في قانون وهون ما بندخن وكذا. قام اجا بده يعرفه علي، قلت له لا لانه انت بتعرف هون انه الناس انا ما بحب اعرف مين انا اذا رايح خاصه انه ظاهر بشكل شخصي. ما تاني يوم دقيت له قلت له انا اول شيء بهنيك وبشكرك بس ما تستحي، انت اليوم صرت بمطعم اذا بتطبق القانون بتستحي. لا قلت له انت شوف حالك انك بتطبق القانون، ونحن مع انه نعطي هول المطاعم وهول المؤسسات جوائز لنشجع غيرهم. يسلم تمك، حلوه مهمه. بس اليوم حضرتك انت يعني بالاضافه لمدير عام وزاره الصحه مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين، شو عم نعمل سنويا نحن اشياء جديده لنساعد ونساهم للحد من التدخين؟ ليك اليوم نحن عندنا شغلات كثير مهمه عم نشتغل عليها ان شاء الله مع منظمه الصحه العالميه، توجيهات معالي الوزير. اليوم عندنا كذا نقطه عم نشتغل عليهم بمنظمه الصحه العالميه. اليوم عاملين شعار هو الاقلاع عن التدخين، وهذا شيء كثير مهم اليوم بلبنان. نحن عم نجمع كل المؤسسات او العيادات اللي بتعنى بالاقلاع عن التدخين لحتى نشجعها ونعملها دعايه ونربطها بوزاره الصحه. شعارنا اليوم هالسنه الاقلاع عن التدخين. نحن عم نفتح اليوم بكل بالتعاون مع برنامج الرعايه الصحيه الاوليه بوزاره الصحه، نحن عندنا مجموعه كبيره من المراكز عم نفتح بكذا محافظه، بلشنا مراكز للاقلاع عن التدخين. كمان عندنا مجموعه من الجمعيات والان جي اوز بلبنان اللي عم نشتغل معهم بعمليه مكافحه هالإفة والعمل على الاقلاع. هون اللي انا بدي اقوله وهذا الموضوع، نحن لازم كل واحد لازم بده يوقف الدخان لازم يكون عم يدفع من جيبته ليوقف كمان شيء مقدار النسبه اللي عم يدفع على الدخان. لانه اليوم اذا انا بيجي بقول لك بدي ساعدك توقف الدخان وما بك تدفع من جيبتك بتحسها شغله ببلاش ممكن ترجع لها باي وقت تاني. هون نحن عم نشتغل اليوم لندلهم انه لا، هاي المراكز الدوله ما بتغطي فيها 100%، انت بك تدفع اعتبر حالك دفعت شهر 2 3 لتوقف الدخان. قديه بده وقت؟ يا ريت بتشرح لنا سعادتك هون. حسب هي قديه بده وقت؟ في كذا تكنيك للاقلاع عن التدخين، وفي مجموعه من المراكز اللي عم تتعاون معنا بوزاره الصحه بيتعاطوا بالاقلاع بكذا طريقه. في طريقه، في مجموعه من الطرق، في طريقة العادية التقليدية، في طريقة صينية، في طريقة إيطالية، في مجموعة من الطرق اللي عم يتعاطوا فيها بالإقلاع. نحن بنربطهم بالمركز القريب لإلهم، نحن عم نفتح عبر الأطباء كمان بمراكز الرعاية. هذه ما بتاخد، ممكن تاخد بين شهر وشهرين أو ثلاثة شهور، بتكون أنت حسب الإرادة. هذا موضوع كمان بده قرار وإرادة من الشخص اللي بده يوقف. بس أنا بقول له إنه اللي بدك تدفعهم اليوم لتوقف الدخان بتوفرهم العمر كله. طب اليوم نحن هلأ الناس اللي عم بيتابعونا وبهمهم موضوع يعني الحد من التدخين أو وقف التدخين بكل المحافظات، وين عندنا نحن مراكز؟ صلة التواصل معكم أنتو عبر وزارة كإدارة الصحة. نعم. ونحن على الويب سايت طبعاً حطينا اليوم عندنا بلبنان 7 مراكز عم يشتغلوا بكل المحافظات، للأسف يعني أكثرهم ببيروت وجبل لبنان. هلأ نحن هون عم نشتغل عبر مركز عبر برنامج الرعاية الصحية الأولية بالوزارة لحتى ننقلهم نفتح مراكز بين باقي المناطق اللبنانية. وكمان يعني ونحن هون بنشكر بعض الجمعيات اللي عندها، مثلا في دار الفتوى والهيئة الصحية الإسلامية عندهم بأكثر من محل عم يشتغلوا على موضوع الإقلاع عن التدخين. كمان نحن بوزارة الصحة بمراكز الرعاية رح نفتح بكل محافظات مراكز للإقلاع عن التدخين. قديش تكلفة يعني هي عم بتكون يعني عسرا بدها فريق مجهز يكون عنده الخبرة لحتى يكون واقف حد الناس يلي متشبثين بالاستمرار بالدخان؟ هون في صعوبة تقدر تقنع إنسان يعني بغض النظر عن الضرر إنه يا شيخ لازم توقف دخان لأنه مضر. بدي أقول لك شغلة، تفضل. أنا مش رح أحكي بس على الدخان، بدي أحكي كذا موضوع. فضل. هو الخطورة بالدخان العادي والأخطر بكتير هي الأرجيلة
والمعسل بشكل أساسي اللي هو منتشر كتير كبير. وأنا رأيي هناك ربط كتير كبير بين هالانتشار الكبير للأرجيلة بلبنان والانتشار اللي مثله للكانسر بلبنان. نحن واحد من أعلى البلدان بالعالم نسبة بأنواع السرطانات. عم نحكي أرقام موثقة هون. طبعاً طبعاً أنه نحن بالعالم نحن متقدمين بالتدخين ومتقدمين بالكانسر. بس يطلع تقرير منظمة الصحة العالمية بتشوفنا براس الليحة من الدخان يعني ولا من التلوث الذي يرافق يعني مناخنا بصراحة. بالمدخنين نحن براس القائمة وبالكانسر نحن براس القائمة. وللأسف صرنا بالأشياء المتطورة مراتب أولى بآخر القائمة. في يعني. شيء مراتب أولى شيء مراتب يعني متأخرة. بطلنا كنا نحن بالأول بلد متقدم بكتير شغلات. إن شاء الله نقدر نحافظ على بعض الامتيازات الموجودة عندنا بلبنان نقدر نعدي هالأزمة اللي نحن عم نعيش فيها. طب اليوم نحن بينحكي كتير عن الطلاب يعني وصغار السن وشغلة كمان مهمة بتقرير لمنظمة الصحة العالمية اللي بتقول إنه 40% من الطلاب اللبنانيين يعني وهذا تقرير موثق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 بلشوا يدخنوا السجائر و 38% أرجيلة. يعني بنلاحظ أنه تدني يعني الفئة العمرية كمان هي خطرة بهذا الوقت وهو مسؤولية لحتى نضوي عليها. هو أخطر شيء هي الفئة العمرية لسببين. أول شيء لأنه إذا بلشوا بكير عم بدخنوا يعني نحن عم نزيد النسب. نحن شغلتنا لازم نشتغل على زيادة الوعي وعلى إدخالها بالمناهج التربوية. نعم. والنقطة الثانية الخطرة اليوم اللي عم نشوفها اليوم صار في الاستراتيجيات تبع شركات التبغ التحول. لأنه اليوم أنت بتشوف أنه اليوم بيبقى عندك ولد عمره سنة الله يخلي لك حفيدك كم شهر يعني أولادنا بتشوفهم الأولاد الصغار بيبقى عمره سنة بيركض بيكمش التليفون وبده يشتغل عندهم هوس بكل شيء تكنولوجيا. من هون شركات التبغ نقلت الشغل طبعاً من السيجارة العادية اللي اليوم الشاب يشوفها شغلة مش منيحة إلى الأنواع من التبغ المسخن والأشياء الإلكترونية اللي عم تستهوي الشباب بشكل كتير كبير. نعم. وعم بيشوفها جزء من التطور. طيب. هون لازم نحن نشتغل على شقين وعم نشتغل عليهم. زيادة الوعي بالمدارس نقطة والنقطة الثانية اللي نحن بقى نشتغل عليها. أنا بشكرك شيء كثير مهم هلا. النقطة الثانية زيادة الوعي عند طلاب المدارس والصغار. والنقطة الثانية كمان بدنا نشتغل على الإعلان غير المباشر وخاصة بالدراما. تسمح لي بالدراما يعني هلا أنت وصلت اللي أنا قلت لك بشكرك على هذا السؤال موضوع الدراما. يعني أنا هون بدي أتوقف بموضوع آخر مسلسل اللي شفناها بشهر رمضان الكريم. يعني الأجواء كلها عابقة دخان وأرجيلة وما شابه يعني من أمور ما بعرف هلا ما بدنا نحكي بالمضمون تتناسب مع الشهر الفضيل أم لا. ولكن شو سر اعتماد الدراما للدخان؟ هيدا السر رح أقول لك شغلة إن شاء الله ما يكون مقصود ويكون غير مقصود بس أنا بقدر في جزء منه مقصود. مقصود للترويج يعني؟ عوض الدعاية طبعا طبعا طبعا. بس أنا بدي أسألك أنت ليه بتشوف أنه مثلا بالمسلسلات أنت بتعرف اللي بيدخنوا أرجيلة بيدخنوها عادة بالبيوت برات البيوت بتشوف بالمسلسلات بتشوفها بالبيت وبأوضة النوم. اليوم بتحضر المسلسلات للأسف نحن اشتغلنا بالدراما اللبنانية. نعم. وأنا بتمنى عم بحكي هون وأصدقائنا معظم المنتجين والمخرجين. طيب بس مسؤولية مين؟ أصدقائك بس في مسؤولية. مسؤولية عليهم وعلى كل الفريق اللي بيشتغل معهم بهذه الأحوال. نحن اليوم لازم نشتغل إن شاء الله بمرحلة قادمة مع المنتجين ومع الأمن العام اللبناني واللي بيقوموا بعمل إنه ما بيجوز اليوم إنه في بطل بمسلسل يضل حامل السيجار أو السيجاريلو أو الأرجيلة أو الدخان أو التبغ المسخن من أول بروجرام لآخر البروجرام. ما هو بحياته مش هيك يعني انت مين ما شفت اليوم. ولكن هذا ليخلي الطبقات الجديدة كمان تتعلق. هي نتيجة هذه يعني هذا شكل من أشكال الإعلان غير المباشر للمنتجات. أنا بشكرك لفتت نظر مهمة بس هي المتابعة يعني أنتوا كوزارة صحة بتكون تاخدوها ولا وزارة الإعلام طبعا ولا مين؟ مع وزارة يعني الإعلام مع المشرفين على هذه الأعمال. وأنا رأيي رح لك هذا الموضوع له علاقة بشكل أساسي بالممثلين. نعم. كمان إني عليهم دور
انه انت كممثل اليوم الناس بتشوفك نجم، بتشوفك قدوة، بتحب تقلدك، بتحب شيء، مش ضروري انه انت بتشوف في ناس ما بقدر انه مثل ما قلت اذا بتستعرض مسلسلات رمضان او غير رمضان او هلا عم نحطه ايه. طب ليش انه في ناس اليوم بدي اقول لك شغله، انه ليش بيكون انه بطل حامل سيجار من اول مسلسل لاخره، او سيجار له او سيجاره عاديه او تبغ مسخن او سيجاره الكترونية، هذه اسوأ انواع الدعايه. وانا رايي هذه الدوله وخاصه هون وزاره الاعلام لازم نشتغل على منع هذا النوع من التمثيل. وانا رايي بدي اقول لك شيء، انه ما بيجوز كمان انه يكون انه لبنان يعطي هالصوره عن حاله لبرا، لانه اليوم نحن مش هيك، نحن مش هيك، نحن لا، نحن بلد عنده حضاره ثقافه طويله عريضه. مش اليوم انه هذا البلد ما فيك تشوفه الا بالنايتات وبالتدخين وبالمطاعم وغيره، لا، في اشياء كتير بلبنان ممكن نقدمها ونعرضها من خلال مسلسلاتنا وانتاجنا اهم بكتير من اللي عم. طب جو حمايه الاجيال، يعني بكل صراحه هي انطلاقا من مسؤوليه وزاره الصحه، يعني البرنامج الوطني للحد من التدخين، قديش بتشعر انك انت قادر توجه الدعوه لكل الناس لحتى كلنا سوا نتشارك بهذه الحملات التوعويه ونكون كلنا شركاء بمحطه مصيريه لجيل المستقبل؟ لا لك شغله ليك قلي حتى ما نظلم حدا. نعم. اول شيء راح اقول لك، الدوله اقرت قانون للحد من التدخين 2011 وما صرفت عليه لليوم دولار او ليره واحده للتطبيق للتنفيذ، يعني لتنفيذه يعني. وحتى انه اليوم انه الدوله اذا بتجي بدك تحكي نحن بنمثل الدوله، ولكن نحن ما في موازنات للتطبيق. نحن اذا مرات منظمه الصحه العالميه ومن 3 سنين لليوم اكيد ما في ولا اي شكل من اشكال الدعم، الاهتمام منصب بكورونا وغيره. اليوم نحن بلبنان عم نعاني من ازمه على الاكيد، نحن بوعينا وان شاء الله ما عاد تمر ازمه. انت بتعرف انه اليوم اذا بتيجي تقول له للواحد تعب نشتغل بهذا الموضوع بيقول لك عندنا 100 موضوع غيره. اليوم انت ما بقى اولويه يعني هذا يعني الموضوع. اليوم رح اقول لك نحن لازم نتركه اولويه ولازم نبين اهميته، ولكن اليوم انت عندك كوارث عم نعيش فيها بلبنان، انه بالوزارات يمكن من الورق للتصوير لمكانات التصوير للصيانه للتنظيفات اليوم ما عم نقدر نقوم فيها. من هون انا بتمنى من الجمعيات الاهليه ومن الان جي اوز اللي اليوم صاروا ناشطين بلبنان ومن النواب، نحن اليوم كل شغلنا عم نجرب اليوم نشتغل مع بعض الان جي اوز ومع مع النواب ومع الناس الفاعلين ومع الاعلاميين مثل حضرتك، منشان هن يكونوا ادوات الضغط لتنفيذ هالقوانين بلبنان. وانتم دوركم كتير كبير، حضرتك وكل الاعلام، واعلام لازم يكون موجه ولازم يعرف وين يروح وعلى اي جمعيات، وما تكون مثلا انه الجمعيات عندها بعض الشعارات اللي تكون طبعا. يعني اليوم صارت انه في ناس بتجي بتقلك انه عم يصرفوا مصاري بلبنان، كمان هول جمعيات وغيرهم لازم يكون المصاري اللي عم يصرفوهم بالمحل الصحيح. انا بدي اشكر سعادتك يعني للوقت اللي خصصنا لي بهذا النهار 31 ايار، يعني اليوم العالمي للحد من التدخين او لمكافحه التدخين. ختاما شو بتحب تقول للناس يلي بيعلقوا الامال اليوم عليكم وعلى دور وزاره الصحه بهذه المرحله؟ انا بحب اقول للناس نحن وزاره الصحه ابتداء من معالي الوزير لاصغر موظف في وزاره الصحه، نحن يمكن حملنا حمل من 15 شهر لليوم كان مميز جدا. أنا بشكر كل الموظفين بوزارة الصحة على الدور اللي قاموا فيه، يمكن زعلوا وقت كان غيرهم قاعد ببيوته، نحن كنا عم نجي نشتغل. نحن تحملنا مخاطر كتير كبيرة بالكورونا كوزارة صحة، سواء كانت مخاطر إنه صحية ومخاطر العدوى ومخاطر الوصول على الشغل. ان شاء الله بنبقى عند حسن ظنهم، نحن بنتمنى يوقفوا حدنا بكل شيء. مثل ما قلت لك ببدايه الحلقه، محلات نحن منصيب واكيد محلات ما منصيب، ولكن الهدف والنيه تبعنا كلنا سوا من معالي الوزير لكل موظف بالوزاره للمستشفيات الحكوميه اللي انا بحب كمان نوه بدوره وباللي قامت فيه خلال الوباء اللي مرق فيه لبنان بالإمكانيات القليلة اللي كانت عندها،
واللي حتكون هدفنا بالمرحلة اللي جاية دعمها وإعطاء الأولوية بالشغل. نتمنى من الإعلام، إعلام اللبناني كله يوقف حدنا سواء بالحد من التدخين أو بكل البرامج التلقيح ومكافحة الكورونا وسلامة الغذاء والرعاية الصحية. نحن حتكون دايماً سبدأ. أنت صديق، بشكرك على الحلقة، بشكر تلفزيون لبنان وبشكر المشاهدين اليوم. شكرا لك، وكل المناسبة وانت فيها بألف خير لحتى نضل نلتقي نحن وانت ونضوي على أهم الحملات التوعوية. شكرا سيدي حبيب القلب، يعطيك ألف عافية. شكرا لفادي سنان مدير عام وزارة الصحة بالإنابة ومدير البرنامج الوطني للحد من التدخين. هلأ المحطة لفاصل إعلاني وبعدها بدنا نكون مع هموم المختبرات الطبية في لبنان ومع صرخة النقيبة دكتور ميرنا جيرمانوس. بريك ومنرجع سوا. بعدنا معكم متابعين مع أهم جديد أصحاب المختبرات الطبية بلبنان من خلال صوت النقيبة. رفعوا الصوت وقالوا نحن رايحين على الأقفال. دكتور ميرنا جيرمانوس نقيبة أصحاب المختبرات الطبية، أهلا وسهلا فيك. رح بترك لك تحكي وتوصفي الواقع من خلال الجمعية العمومية قبل وبعد مثل ما أنت بدك بكل صراحة. للحقيقة اليوم نحن كمختبرات، اللي كانت مختبرات تابعة لمستشفيات كبيرة أو صغيرة أو مختبرات خاصة، رايحين لمهور. في عندك مستشفيات اليوم وقفت تستقبل كل شيء هو مرضى من دون دور الاستشفاء. فينا نسميهم هالمستشفيات لأنه بدو ينعرفوا، يعني ليش نضل نقول مستشفيات؟ عندك مستشفى القديس جورجيوس روم، عندك مستشفى المقاصد، عندك مستشفى الحريري، وبعد المستشفيات كمان تواصلت معنا وعم تخبرنا انه عم بيحضروا لهيك خطوه. يعني اللي هو بده يعمل فحوصات ما بيستقبلوه، هاللي من يعني ما بياخذوا الا المرضى هاللي موجودين عندهم للاستشفاء، الام بياخذون كل شيء اوت ما بياخذوه. هلا بدك تشوف ليش، شو في مبرر لهالشيء، شو في وراء هالقرار اللي هو قرار خطير جدا. اولا عندك مشكله مع الكواشف المخبريه اللي باتت غير متوفره بكميه. شو المقصود كواشف مخبريه؟ رياكتيف، يعني هودي الادويه اللي نحن بنستعملهم حتى نعمل فحص، يعني بدنا نعمل فحص للسكري، لمخزون السكري، فحص لكريات الدم، كله انه متوفر، في كميات كبيره ومن الفحوصات غير متوفره، باتت غير متوفره. شو السبب؟ لاسباب عديده. اي تفضلي، راح احكي لك اياها بالتدرج. يلا. هيدي الكواشف هلا عندنا مستوردين لهم 40 سنه يمكن بالسوق بيوفروها للمختبرات، كانوا عم بيدفعوا مصاري حتى يجيبوها فريش دولار، على شرط انه المصرف المركزي يرجع ويغطي لهم 85% من الكلفه بسعر دولار 1500. نعم. انما المصرف المركزي حاليا غير قادر على التغطيه، على تغطيه هالمبالغ، يعني الدعم نوعا ما بدنا نقول نحن بتوقف، بحيث معالي الوزير قال، وزير الصحه عم بياكد لنا انه بعده ماشي، لم يتوقف، هو عم بيعمل كل المساعي الممكنه حتى يرجع يتواصل مع حاكم المصرف ويرجع يصرفوا الاعتمادات اللازمه. انما لحد هلا في كم شيء، يمكن شيء 5 أشهر تاخير. هالخمس اشهر تاخير يعني بتقدر بالملايين، وما حدا من المستوردين بإمكانه أنه يتحمل هالنفقات اللي صارت يعني كتير كبيرة على كاهله. في مثلا اليوم كنت عم تواصل مع شركة عندها 12 مليون علقنين، هيك 12 مليون دولار، شيء مبلغ كتير هائل، ولا شخص بيقدر يتحمله. والشركات ببلاد التصنيع إذا ما رح يحولوا للمبالغ ما بيبعتوا له، ما بقى رح يبعتوا. طيب الحالة خطرة بهالحال. الحالة خطرة كتير. هلا في بعض الشركات عندهم كواشف بالمستودعات تبعهم، وعدوا من نهار الجمعة انه يبلشوا يوزعوها بطريقة شوي شوي، يعني بالتقنين اذا بدك تقول، على المختبرات هلا اكثر شيء بحاجة لها، وهلا اكثر شيء عندها مهمة للمرضى هلا في طور الاستشفاء، يعني المختبرات المستشفيات. نعم. نحن قد ايه بحاجة لحتى نعمل فحوصات؟ يعني نحن بنسمع انه في ناس
كل ست اشهر على صحة السلامة بقول لك بدي روح اعمل انا فحوصات لحتى اطمن. اليوم اجمالا حسب العمر. نعم. وقت اذا الواحد بيكون بعمر بسن صغير منه بحاجة يروح يعمل فحوصات كل يوم الا اذا مرض. انما ابتداء من سن الاربعين والخمسين الواحد بده يصير يعمل فحوصات بطريقة دورية اكيد. نعم. للنساء في فحوصات خاصة وللرجال في فحوصات أخرى. يعني لا بده يبلش واحد يعمل الطب الوقائي، وانت بتعرف الطب الوقائي هو أهم من العلاج كمان، وخير وقاية الوقاية خير من ألف علاج. من ألف علاج. طب بس اليوم يعني عم بيقول المخرج حنا بويري انه انت سميتي 3-4 مستشفيات من أصل كل مستشفيات لبنان. ليش بدنا نقول نحن بلشنا بأزمة؟ يعني هالأربع خمس مستشفيات اللي أنت هلأ سميتيهم يعني مستشفيات كتير كبار بمنطقة بيروت. نعم. هلأ في مستشفيات غيرة روم مقاصد حريري ما توقفوا أنه ياخدوا مرضى. نعم. إنما بيقولوا لهم هذا الفحص عنا إياه وهذا الفحص ما عنا إياه، يعني إذا الكيش حتى لو كانوا بدون يدفعوا حقه عادي ما رح يقدروا يأمنوا لهم إياه، بحيث الكاشف مش موجود. طيب يعني نحن في عنا أزمة أول شيء بالكواشف، ما عنا رياكتيف حتى. نعم. نقدر نعمل الفحص. يعني الذهاب إلى المختبر هو ضرورة لحتى نحن نشخص شو عنا. أكيد. نقدر نتحكم. يعني ما في ولا طبيب في العالم بيقدر يعمل تشخيص أكيد ويقين إذا ما مرق بفحوصات مخبرية. أنت بتعرف أنه 70% من التشخيص الطبي يمر بالفحوصات المخبرية، هيدي الشغلة معترف فيها عالميا. يعني طب اليوم يعني انتم كيف عم تشتغلوا يعني بكل صراحه بهذه المرحله؟ لانه من شوي قلت لي انه احنا ممكن نروح على التسكير. هلا في عندنا هيدا اول مشكله. هيدا اول مشكله نحن عم نشتغل هلا. كمان غير انه غير متوفر عندنا الكواشف المخبريه غير متوفره، كمان في عندك سعر الكلفه. يعني هلا حتى مع الدعم صرنا عم نشتغل بالمختبرات تحت سعر الكلفه. يعني اليوم عندك 85% من سعر الكاشف بتغطي الاعتمادات تبع مصرف. نعم. لبنان هيدا بيشتروا على 1500 وال 15%، انما ال 15% اللي نحن بدنا ندفع فريش دولار صفى سعره يضاهي يمكن 5-6 مرات سعر ال 15% اللي كان قبل 10 يعني مرات. خف شغلكم ولا شغلنا ضروري، شغلنا حيوي، شغلنا ما ممكن يخف. نحن شغلنا ما بيخف. يعني كيف بدك تاخذ الدواء؟ بدك تعمل فحوصات دم. نعم. بدك تعمل فحوصات دم تقدر تاخذ الدواء حتى تقدر تتابع العلاج. انتوا عم تشتغلوا وتقولوا نحن عم نخسر. يعني نحن اليوم اكيد عم نخسر. يعني في مختبرات بتقول يا رب ما يجيني اليوم حدا يعمل عندي فحص سكري، بحيث الانبوب فحص الدم والابره اللي بدنا نستعملها السبيرتو اللي بننظف فيها محل الشكه والقطنه، هيدي بتكلفنا اكثر من بكثير يمكن دوبل وتريبل عن السعر الفحص السكري للعموم. يعني عم نحكي نحن جهات ضامنه اسيرانسات هذا الشيء الثاني. خلينا نكفي ستيب باي ستيب مثل ما بيقولوا. نحن حكينا انه هلا الكواشف غير متوفره بحيث في قله سيوله بالسوق. أوكي. المستوردين مش عم بيسلمونا. اوكي. نحن عم نشتغل حتى لو سلمونا، وحتى لو سلمونا مدعوم بال 15-85 نحن عم نشتغل تحت سعر الكلفة. نعم. في الشق الثاني اللي هو سألتني عنه، هو الضمان الاجتماعي والشركة التأمين أسيرانس. الضمان الاجتماعي اليوم كلفته يعني التسعيرة تبعه زهيدة جدا. نحن صلنا 20 سنة بالنقابة عم نطالب بإعادة النظر بتسعيرة الضمان. قديش هي؟ ولا متدنية كتير؟ ولا جواب لمن ينادي. أكيد. نعم. كتير متدنية. يعني في كتير بدي أقول لك تكون حقيقة حقوية. نعم. بدي أقول لك أنه في بعض الفحوصات عم تنعمل تحت سعر الكلفة، إنما في فحوصات يمكن فينا نرخص لها شوي أسعارها، هيك بنكون تبلنا شوي من جهته. هيدي كانت ما قبل يعني تدهور سعر الفاتورة. هيدا عم نحكي عن الضمان. تعاونية بتطبع الضمان، يعني في فرق شيء قليل جدا بين الاثنين. نعم. من جهة التسيير نحن بدنا نحكي هلأ عن الجهات الضامنة. شركات الأسيرانس البرايفت انشورنس. انت بتعرف انه في شريحه كبيره من المواطنين عندهم برايفت انشورنس مع ضمان او بلا ضمان اجتماعي. نعم. شركه الضمان الاجتماعي ضمان البرايفت اليوم شو عم بيعملوا؟ عم بيفرضوا على المختبرات، لهم سنين عم بيعملوا هالشيء، عم بيفرضوا على المختبرات حصومات 40%. نعم. على الفاتوره. اوف.
40%، في يعني بعض الاحوال عم توصل يعني على 47%. انا الفاتوره بدي ادفعها بدفعها مخصومه؟ هلا بيخصموها على الزبون ولا بيخصموها لجايبتها؟ حضرتك جيت عملت فحص عنا. اوكي انت ما بتدفع شيء بحيث عندك اسيورانس، وقت بتيجي الاسيورانس تدفع لنا بتحاسبنا، تخصم عليكم، تخصم علينا 47%. هيدا شيء لا يطاق. كيف وصلوا لل 47%؟ صاروا يمشوا بين مختبر والتاني، هاللي بسموه الكومبيتيشن، يعني مضاربات. انت ما بدك تقبل بهالقد، جارك قبل باكثر منك، بقى انت بتنجبر حتى ما يحولوا كل المرضى لعند مختبر واحد، بتنجبر تعمل لهم. بس في احيانا يعني المريض عم يضطر انه يدفع هو من جيبه الخاص، فرق في بعض الفحوصات هي مش منا مغطيه ولا بالضمان ولا مغطيه من الاسيورانس، هو اللي بيدفعهم المريض من جيبته. واذا كنت مغطيه، اذا كنت مغطيه بده فرق؟ ما في فرق. في بعض الفحوصات او الصور او في بعض الاسيورانسات بتجبر المريض تبعه يدفع فرق. يمكن 15% فرق، بس هيدي اتفاقيه بين الشخص المضمون والشركه الضامنه وقت بده يشتري بوليصه التامين. طب نايبي، اذا كان يعني المريض مامن او صاحب العلاقه مامن 100% اسيورانس ان اوت، مزبوط، وراء على اللابراتوار المختبر دفعوا فرق هون، لانه الاسيورانس بيكون عم يرفض انه يدفع الفرق؟ لا، هون في عندنا مختبرات بطلت تقبل هلا يجي لعند حدا، بطلت تقبل بواليس التامين. يعني انا اليوم بطلت تقبل بواليس التامين؟ مزبوط، في عندك عده مختبرات خاصه اليوم سكرت مع بواليس التأمين، بحيث عم يشتغلوا تحت سعر الكلفة بكتير بكتير كتير. يعني إذا اليوم بدهم يعملوا حسابهم هن عم بياخدوا سعر الضمان وعم يشيلون منه 47%، شو بيبقى لهم؟ بدهم يصيروا يدفعوا. طب حتى شو بيوصفكم نقيم، شو بيوصفكم انتم اليوم؟ قديش لازم نزيد بالأسعار لتكونوا انتم مرتاحين؟ نحن بدنا نضرب الاسعار مينيموم باربعه او بخمسه حتى نقدر نضلنا واقفين يعني على اجرينا. انما اليوم بدنا نحن متريسين، نحن بعدنا اليوم متريسين. نحن شعورا منا بهالضائقه الانسانيه اللي عم يمرق فيها البلد، وهالناس كيف بدها تقدر تدفع؟ يعني بعد في كثير مختبرات عم تتحمل كل شيء عم بيصيبها من خسارات بهيدا القطاع، نظرا لانه الوزير وعدنا بانه يجرب يحل لنا الموضوع قريبا، وقريبا جدا وعدنا باخر الشهر. يعني اليوم اخر الشهر بفتكر رح يصير في تحركات حتى يصير يقدر يامن لنا الكواشف باسعار مقبوله ودعم من جهات مصرف لبنان. الحل الحقيقة المشكل والحل هو المصاري، مصرف لبنان، مصرف لبنان. يعني نحن كلنا عم نجرب، نحن كمختبرات عنا رسالة إنسانية، ما بدنا نغلي أسعارنا إلا إذا أجبرنا. بدنا نوصل لمرحلة يا بدنا نسكر يا بدنا نغلي. نحن عم نجرب نبعد أكتر شيء ممكن فترة الإغلاق. بعدين انا بدي احكي لك عن شركات الضامنه الاسيورانسات بتتاخر بدفع المستحقات تبعها، مش كلها اكيد، 3 سنين. يعني انا في بعض الزملاء عم بيقولوا لي 3 سنين في في بعض المختبرات عم بتعاني من انه من 3 سنين لهلا عندهم مكسورات مع شركات التامين. كيف بده يحسبوا على اي سعر صرف هلا؟ بيحسبون على الدولار 1500، يعني ماشي، يعني بدهم يعطون ورق، يعني ورق. اليوم كان عندنا اجتماع بالاسبوع الفائت مع شركه التامين حتى نحل هالمشكله ونجرب نلاقي لحل يرضي. عندنا اي جديد؟ لا، نحن اخذنا الشركات الكبار اللي يعني هن اكثر شيء موجودين بالسوق حتى نلاقي بطريقه مباشره حلول معهم. طلبنا منهم انه بدكم تعملوا شوي، تحطوا شوي جهد من جهتكم، ونحن كمان بنجرب نعمل جهد، نتعاون نتعاون على لحل المشكله. هي مشكله عضاله الحقيقه. وعدوا خير انه يدفعوا لنا قسم باللولار، ويعني هيدا كيف بيقولوا مسائل حسابيه، يعني قدمنا مشربكه وقدمنا فيها انا ولو، يعني انجا الواحد بيقدر يفهمه. اليوم نحن انا جيت هون حتى اقول لك انه المختبرات، خصوصا المختبرات الصغيره منا والكبيره كمان، رح اجملهم كلهم بخطر. يعني بدنا نوصل مرحلة نحن رح نسكر، إذا سكرنا بده يصير في كارثة اجتماعية. قديش عندنا وقت؟ يعني بفتكر يعني من هلا ل 15 يوم. من هلا ل 15 يوم الكواشف بدها تنقطع من السوق. إذا مصرف لبنان ما تحرك،
يعني فيك بعد المحلات بعد عندها شوية ستوك عندها ستوك. هذا ستوك قديش رح يكفي ما بنعرف. في عندك مشكلة الأسيرانسات اللي ما عم تدفع حتى المختبرات تقدر تضلها مضاينة على واقفة على إجريها وترجع تشتري حتى بالفريش دولار كواشف جديدة. هون بدي ألفت النظر أنه وزارة الوزير جمعة الماضية عين لجنة جديدة لملاحقة الملفات المتعلقة بالكواشف بطريقة سريعة. ويعني هلأ كل ملف بده يروح على مصرف لبنان بده يمرق بالوزارة بتعمل له تقييم وبتوصي الجهات المسؤولة بمصرف لبنان بإسراع صرف الاعتماد. طب اليوم أنت عم تنقلي لنا أجواء الجمعية العمومية اللي كانت بآخر الأسبوع الماضي. الجمعية العمومية تبع المختبرات أكيد كان في التفاتة أول شيء لعلاقتنا بالأسيرانسات وكان الاتجاه العام بأنه نحن نوقف تعامل مع الأسيرانسات من يوم رايح. في مثل موجة كبيرة بتقول نحن أسيرانس ما بقى بدنا بحيث الأسيرانس ما عم تقول كل الشركات ولا في استثناء يعني الشركات الكبرى اللي نحن أكتر شيء نتعامل معها. يعني كان في توجه وتوجه واضح بأنه كلنا على فرد قلب بفرد إيد بدنا نوقف نتعامل مع هالشركات الأسيرانس. هيدي بفتكر أنه لا بتفيدنا ولا بتفيدهم ولا بتفيد المواطن. يعني بده يصير المواطن يجي يدفع مصاري من جيبته إذا تأمنوا المصريات بجيبته. أنت بتعرف اليوم نحن عم بتقولي درب أربعة أنتوا عم بتطالبوا أربعة أربعة لا نحن إذا بعد قبل ما نرفع أسعارنا قبل ما نرفع أسعارنا بدنا نوقف نتعامل مع الأسيرانسات لأنه بيدفعوا مؤخر ولأنه بيعملوا خصومات 40% و70% أوقات. عن جد وقت بقول لك 70% ما عم بعمل أبدا إكزاجيراسيون ما عم بالغ أبدا. نحن وقت بس هالحسومات يعني نحن بس هي قانونية هالحسومات؟ لا أبدا. نحن جربنا نرفع شكوى على الشركات الضامنة بوزارة الاقتصاد عند اللجنة المختصة إنما صرنا رايحين ثلاث مرات دون جدوى مش عم نقدر نتواصل مع حدا مثل ما لازم. يعني حتى اجتمعنا بالوزير راول نعمة مرة ومرتين حتى بس للحقيقة نحن ما وصلنا إلا لباب مسدود. هيدا أول شغلة. حتى أوقات يعني موعد ما قدرنا نحصل عليه ما عدنا عرفنا مع مين بدنا نتواصل. هاي بوزارة الاقتصاد نحن حلنا بإيدنا مثل ما بيقولوا قرارنا بإيدنا. يعني نحن بكرة نعطي إشعار عام وقفوا كلكم تعامل مع شركات التأمين. إذا كنا وقفنا ونحن كلنا صرنا على قلب واحد بده يصير في كارثة اجتماعية. نحن من بعد ما تواصلنا مع شركات التأمين نهار الجمعة الماضية منهم قبلوا ومنهم قالوا لنا ما بدنا مش عارفين. يعني حتى عطينا حالنا مهلة يعني قبلوا هلأ يعملوا نوعا ما مثل إعادة دفع الفواتير متوجبة عليهم بطريقة معينة قسم بالشيك دولار. يمكن نوصل لحل وقتي طالما نحن بدنا نضل طالما انه في حل وقتي بدنا نضلنا نتحاور معهم حتى نلاقي حل لهالحصومات اللي هن عم يفرضوها علينا. اليوم في مشكله نحن بتعرف في تعرفه ال يعني بتتسعر كل الكواشف المخبريه حسب ال. مثلا اذا عملت فحص سكري عندهم نقول 5 ال اذا رحت عملت فحص هرمون بصير 5 ال بصير 30 ال. ال ال هو 235 كان هلا نحن عم نطلب انه ينرفع ل 600. انما اذا طلبنا اليوم من الضمان انه يرفع تعرفه ال ال منين بده يجيب لنا مصاري؟ هل في بصناديق الضمان؟ طب شوي انت عطلتي هم المواطن قلتي منين بده يجيب مصاري والمواطن هو عم ياكلها الكف. مظبوط ما هي حلقة دائرة مفرغة. يعني كيف ما درتها كيف ما عملت بدك توصل على المواطن. هل اللي بده يأكل الكف بالأخير هو المواطن. طبعا أنا بدي أشكرك. نحن رح نكون حدك دايما رح نكون دايما معكم رح نكون صوتكم نقيبة. شو بتحبي تقولي للناس اللي عم بيتابعونا بالختام وباختصار؟ بالختام والاختصار بدي أرجع على قصة أنه الواحد بده يكون عم بيتبع كل سبل الوقاية حتى نخلص من جائحة الكورونا حتى ما ننجبر نرجع نفتح أبواب المستشفيات ونضيع وقت
ومجهود ومصاري على الكورونا، صرفنا كثير مصاري. الله يقويكي. هلا اليوم هل لازم انه الشخص هل عنده فحوصات ضروريه بده يعملها يعملها، وهل بده يروح يعمل تشيك اب ياجلها شوي صغيره حد ما نكون عارفين حالنا نحن وين رايحين. ان شاء الله. شكرا لك. انا بدي اشكرك لدعمك المتواصل لنا لقطاعنا، هذا واجب، هذا واجب، ولمهنه الطبيه هذا واجب. وانا بدي اشكرك لتعاطي مع كل الحالات اللي بنحول لك اياها كبرنامج باقصى انسانيه. شكرا لك نايم. شكرا. طول عمرك. اصدقائي بالختام رح نكون نحن مع اجواء ريبورتاج حملة بحر بلا بلاستيك. طبعا هذه الحملة هي صارت بالتعاون ما بين جمعية بيبلو سيكولوجيا وبلديات كفر عبيدة عمشيت ولعيبي. كاميرا برنامج مشاكل وحلول شاركت هذا النشاط. نختم مع الريبورتاج على أمل نلتقي دائما معكم بإطار حل حالة كثير من المشاكل وإيجاد الحلول لكثير من المشكلات طبعا البيئية والصحية اللي كنا عم نحكي عنها خاصة. شكرا للمخرج حنا بويري. بنتواعد معكم بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء. باي باي. نحن رغم كل هالمشاكل الاقتصادية اللي عم بيصير فيها، شفت أنت هو كل الأشخاص متطوعين. كل سنة عم ينزل كميات هائلة من البلاستيك بالبحار وبالمحيطات. حتى الصيادة صاروا عم يشتكوا أنه عم نلم بشباكنا بلاستيك أكتر من السمك. وهذا البلاستيك مش بس بنشوف القنين العايمة بالبحر أو دولاب الكاوتشوك، البلاستيك هو من مواد بترولية وعم تتحلل الحبيبات جد صغيرة اللي بنسميها ميكرو بلاستيك وعم يأكلها السمك، والسمك نحن عم نرجع ناكله. يعني هذا عم بيأثر على صحتنا وعلى حياة البحر وعلى الأحياء البحرية بالبحر. بقى الهدف منه نحن بتعاون مع الاتحاد، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبإدارة ائتلاف ليبانيز إيكو موفمنت وليبانيز إنفيرمنتال فورم، قامت جمعية بيبلوس إيكولوجيا بحملة تنظيف بتشمل ثلاث مواقع اللي هي كفر عبيدة، شط عمشيت، وشط العقيبة. الهدف من هالمشروع هو، ورح يكون بالتعاون مع الصيادين اللي هني رح يرجعوا النفايات اللي بيلقطوها بشباكن واللي عم تخرب لهم شباكن وتنزع لهم إياها، ومع غطاسين مشكورين إن كان بابلز كلاب بابلز وإن كان غطاسين الدفاع المدني المشكورين كتير ومش شوي، الأستاذ سمير يزبك، الكابتن سمير يزبك وفريقه كله مع كل المشاركين من الدفاع المدني. كل عمري أنا بقول، وخصوصا على تلفزيون لبنان عدة مرات عدتها، في عنا أشخاص غير مسؤولين في مواقع المسؤولية. نحن بلد منهار، لا عنا وزارة بيئة ولا عنا وزارة إكس ولا عنا وزارة إجريك. هلأ عم يعملوا مراجل. سألت حتى بالنسبة للأمور القانونية، كل واحد بيفسر القانون على ذوقه. بقى هيدي شعور الناس اللي عم بيجي ينظف، هو إنسان عم بيحس إيش عم بيكون في على الشط، عم بيشوف إيش في على الشط، عم يسبح بين الزبالة، مشان هيك بيساعد. أنا بحب أوجه كلمة إنه لازم المواطن يوعى، مش الرؤساء الأجهزة بس، رؤساء البلدية وهيك. المواطن يوعى إنه كل غرض بكبه إن كان بالأناية تبع الري أو على الطريق أو على البحر، كله هودي رح يروحوا على البحر، بالنتيجة الشتي رح يخدهم والقنوات رح تخدهم للبحر. ونحن منكون عم نولف لأولادنا طبيعة منا صحية خالص، إن كان بالهواء أو كان على البحر أو كان على الأرض. أهم شيء النداء أنا بوجهه لكل مواطن لبناني أنه ينتبه على الطبيعة، لأنه الله أعطينا طبيعة كتير حلوة لازم نحافظ عليها، تنورسها لأولادنا، تكون المياه الجوفية منيحة، بحرنا منيح وهوانا منيح وأرضنا منيحة. أهم شيء ننتبه ما نكب كل شيء من السيارة نحن رايحين، أو نجوي أنهارنا والسوائل بتقطع حد بيوتنا ونحولها مستنقعات وكلها بتجي بتصب البحر وبتلوثنا إياه. أنا برجع بكرر شكري لجمعيات البيئية تنقدر نحافظ على طبيعتنا ونورث أولادنا طبيعة حلوة ونائية وصحية. السياحة البحرية كتير مهمة والسياحة البيئية كتير مهمة، خاصة بمناطقنا نحن، لأن لبنان ما عنده موارد غير هالموارد الطبيعية اللي الله أنعم عليها علينا وعطيناها. لازم كل مواطن، أهم شيء التوعية نوجه للمواطن، كل مواطن ينتبه على الثروة اللي الله خلقها وعطيناها تنحافظ عليها تقدر تستمر هالأجيال مع الأجيال. أوكي، نحن اليوم هون موجودين عم نساهم مع حملة التنظيف لأنه شيء كتير مهم نحافظ على الطبيعة على البحر، وكان احنا كإنقاذ بحري هيدا شيء كتير مهم عنا البحر، ونقدر
نساعد يعني نكون ناخذ بارتي منا لهيدي الشغله، وان شاء الله الكل تشارك بهيدي المهمه وتصير عاده يعني كل يوم ننتبه ونحافظ على الطبيعه. نحن اليوم جايين من كذا فئه عمر كرمال اول شيء ننظف البحر، ثاني شيء كمان كرمال الرساله اللي بدنا نوصلها انه كلنا مفروض نكون عم نهتم بهذا الموضوع لانه هذا شيء عام منه ملك لحدا خاص، فمن مسؤوليتنا كلنا من كل الاعمار كرمال هول الاشياء يعني ننتبه ما نكب ما نعمل كرمال نكون مثال لغيرنا، لانه نحن بكشفتنا عنا بارتي كتير مهمه للبيئه يعني كل شيء بنشتغله بنعمل كتير نشاطات بيئيه كرمال هيدا الموضوع اكيد. هلا نحن كشركه خاصه بنشتغل ريسايكلينج، نحن شغلتنا نحضر كل هالبضاعه يلي عم تطلع من البحر او هالويست اذا بدك لحتى بنحضرهم لحتى يروحوا على المعامل ويبلشوا شغل فيهم. قد ايه قادرين نخلص؟ هلا نحن عم ننظف مثل كل جمعه في تنظيف البحر، بس كمان اتكالنا اكثر على الشباب وعلى العالم يلي عم تجي على هالبحر يلي عم تتسبح او عم تسهر انه هن يعرفوا يكفوا يحافظوا على النظافه. يعني نحن الشغل اللي علينا الشباب والمتطوعين والجمعيات عم تعملهم، بس الباقي هو الاتكال على العالم يلي عم تنزل. انا بس بدي اقول انه هيدي الشط لنا كلنا، فلازم نتحمل الريسبونسابيلتي نقدر المسؤوليه نقدر نشيل كل النفايات اللي نحن دجا بنحطها يعني، وعمول مثل ما انت بتعمل بيتك. هلا اذا انت ما لك جلاده اوكي فيك تعمل نص نص مثل ما انا بعمل بالبيت نص نص زيت الشيء، فينا نعمل زيت الشيء هون يعني. انه اذا انت بتروح فرنسا اما بتروح انجلترا اما بتروح غير بلد ما فيك تعمل زيت الشيء مثل ما عم تعمل هون بلبنان. انه هيدي المونتاليتي اللبنانيه انه برا لانه امبريسيون انه لازم اعملها منيحه، بس هون بلبنان خلص بلاها. لا نحن عم نشارك ونحن منقول لازم ننظف البحر والوديان والجبال. مثل ما شايف في الانقاذ البحري عن العناصر كلها عم بتساهم، مش بس انه بالحمايه وشوفوا ينتبهوا على الكل، بس كمان ماسكين الكياس وعم بلموا وبساعدوا يعني بالمحافظه التنظيف يعني.